ليوم يتأخر. لا هي بهجت اوعى تغلط في غلطة مرة تانية. نحن عنا بإصابتنا، بقصد بشلتنا، المواعيد مقدسة أكثر من الأمريكان نفسهم. شو بتشرب أستاذ حسام؟ أستاذ حسام شو بتحب تشرب؟ قهوة سادة. اثنين سادة لو سمحت. على عيني. وليش ناديتني حسام؟ أخي مو ضروري الجرسون يعرف اسمك الحقيقي. نحن عنا بالعصابة، قصدي بالشلة، التمويه شغلة أساسية، ومعلمنا الله يطول بعمره بيقتبس هالحركات من الأفلام الأمريكية والبوليسية اللي بيشوفها. يا أخي فعلاً معلمنا زلمة عجيب وما بيضيع وقته بنوم، ويا من تراه قاعد عم بيدرس ويطلع على آخر ما توصل إليه علم وفن النصب والاحتيال والسرقة، سواء كان هذا الاطلاع بالأفلام ولا بالروايات. يعني باختصار معلمنا رجل كامل ومتنور. يا سيدي الله يعطيه العافية، لأنه الواحد إذا ما تابع شغله الدنيا بتسبقه. إيه لك حتى تعرف أنت مع مين عم تشتغل. إيه قسماً بالله أمك رضياني عليك، لأنك رح تشتغل مع عصابة مثل عصابتنا ومعلم مثل معلمنا. يعني فكرك أنت بتصح لمين ما كان هيك فرصة؟ العالم عم تبوس إيديه وش وقفة حتى ينتصبها للعصابة وهو ما عم يرضى. فعلاً خزيت العين حوله، بس بتعرف قلبي نقزني من عملية اليوم. هلأ هاي بتسميها عملية أنت التاني؟ لكن شو بدي سميها؟ صوتي صوتك أجل. تفضل الشباب. يسلم اخي. مثل ما قلت لك سلام سعاد حسني الله يرحمها، مثل ما عاد تشوف الشاشه العربيه. اي ولد هي اخت القمر. هي شفتني شلون موهت الحديث لما قرب الكرسون؟ شفت طبعا حبيبي، هي الحركات بيموت عليها المعلم. ايه نحن عن شو كنا عم نحكي؟ عن العمليه. ايه تذكرت، هي يا سيدي مو عمليه، هي اسمها تحلاية، تنكيشة سنان، تسلاية، طقطقة. وهالعمليات هي بنعملها حتى ما نضل بلا شغل ونضل محافظين على لياقتنا ورشاقتنا وتشغيل مخنا لبين ما تجينا العملية الكبيرة. صحيح ذكرتني، انت شفت افلام الفيديو اللي اعطيتك اياهم الاسبوع الماضي؟ ايه طبعا شفتهم. اسمع مني وارجع شوفهم مرة تانية وثالثة واستوعبهم منيح، لانه في احتمال يمتحنك المعلم فيهم، لانه هو بيحب اللي بيدرسه. طيب مثل ايش بدي اسالني يعني؟ اسئلي عن الفيلم، لأنه المعلم بيحب يركز كتير على الجانب الثقافي بين أفراد العصابة. بقى أدرس الأفلام منيح مشان ما تتبهدل. ها منيح اللي قلتلي، معناها رح أرجع أشوفهم مرة تانية. بس بتعرف حاسس إنه يعني وجودي بهالعملية مثل قلته، حاسس حالي كومبارس. لا يا حسام لا تغلط، هو صعيد دورك بالخطة صغير كتير بس أساسي ومهم. والمعلم وقت اللي بيوزع الأدوار ما بيدور على الدور الكبير والدور الصغير، بيعطي كل واحد على قد إمكانياته. وإذا أثبت اليوم موجودية أكيد بالخبطة الجاية رح تاخد دور أكبر من هيك بكتير، أنا واثق. صباح الخير شباب. أهلا. أهلين أستاذ نوري. أهلين. لسه كل يوم بتطلع لي باسم شكل هلكنا بقى. ضرورات المصلحة يا حبيبي. وشو سميتهم العيلتين اليوم؟ حسام حسام. يلا يلا قوموا يا شباب دوبنا. يلا. شايفه. علي.